شي مرة سألتوا حالكم شو الأجوى، الكوينز ولا العملة الورقية؟ الجواب هو العملة الورقية. هي تحديدا مش ورق، العملة معمولة من كتان وقطن، وهالشي بيسمح للبكتيريا تتكاثر عليها. فكل ورقة بتحمل بحدود 3000 نوع بكتيريا حية، وبقية بشرية وحيوانية، وأيضا بقية مخدرات. كل عملة ورقية بتضاين تقريبا 5 سنين، وبتحمل تنطوي بحدود 4000 مرة قبل ما تنخزق. أما العملة المعدنية فالبكتيريا بتموت عليها بنسبة 50% منها لحالها بعد 3 أيام. وتحديدا على العملة اللي لونها فضي 90% من البكتيريا بتختفي بعد 7 أيام، وعلى العملة اللي لونها ذهبي فالبكتيريا بتختفي عنا بشكل كامل بعد أسبوع. وهالشي مهم لأنه الكوينز بيضاينوا بمعدل 30 ل50 سنة، وبيتبدلن آلاف الناس على مر السنين. عطول غسلهم من بعد ما تحملوا مصاري، لأنه نسبة الجراثيم اللي عليها بتوازي الجراثيم على كرسة الحمام، وبتسبب التهابات مختلفة، وخاصة التهابات جلدية وحبوب على الوجه.